الدولار الأمريكي ينخفض بمقدار 50 ليرة في عموم المدن والمحافظات، وارتفاع جنوني في أسعار الأساس المنزلي في الداخل السوري، والأرز يركب موجة الغلاء ويرتفع بشكل كبير، والذهب يسجل انخفاض طفيف في الداخل السوري. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة، ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاض مقابل الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 بمقدار 50 ليرة في معظم المدن والمحافظات ما عدا إدلب والحسكة. وكانت الليرة السورية قد سجلت هبوط وانهيار كبير خلال الأسبوعين الماضيين، فخسرت فيها الليرة أكثر من 50% من قيمتها. ورغم محاولات مصرف سوريا المركزي لاحتواء الأزمة ووقف نزيف الليرة المتسارع وعرقلة الدولار في السوق السوداء، إلا أن جميع المؤشرات والتحليلات تتجه نحو استمرار ارتفاع الدولار بسبب قوته عالمية. وتتلخص الأزمة التي يمر بها الاقتصاد السوري في عدة أسباب حقيقية وأساسية ذكرناها لحضراتكم ونذكرها ثانية، أهمها تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية عليه، كذلك قلة الإنتاج والاعتماد بشكل أساسي ورئيسي على الاستيراد من الخارج، وطمع وجشع بعض التجار في احتكار العملة، وبالتالي إحداث مشكلة شح العملة، وفي هذه الحالة خلق فجوة بين الطلب على الدولار وندرته، كذلك تهافت البعض وتسارعهم على تخزين الدولار وطلبه. كل تلك العوامل المجتمعة أثرت بالسلب على الاقتصاد السوري في الفترة الأخيرة. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 8542 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 9900 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة. وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ليسجل مستويات 13250 ليرة للبيع و13050 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء، فإن الـ100 دولار هتساوي 1,305,000 ليرة سورية. وكشف التقارير عن تدني الحالة المعيشية للمواطن السوري نتيجة لارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات التي يحتاجها في يومه. ومؤخرا أظهرت تقارير في الداخل السوري عن ارتفاع أسعار الأساس المنزلي بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة، حيث تباع أرخص وأسوأ غرفة نوم بـ7 ملايين ليرة، في حين يصل سعر أغلى غرفة نوم لـ100 مليون ليرة. الأمر الذي خلق مشكلة ضعف الإقبال من قبل المواطنين على شراء هذا المنتج، واتجاه الغالبية لشراء الأساس المستعمل بدلا من الجديد بسبب ارتفاع سعر الجديد وضعف إمكانيات المواطن الذي يكاد يسد احتياجاته اليومية من الطعام والشراب. وكشفت تقارير حديثة عن تراجع مستوى دخل المواطن السوري بشكل قياسي، جعل القوى الشرائية للغالبية شبه معدومة، وبالتالي حدث تراجع في الطلب على السلع. وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن السوري من ضعف الإمكانات ومن تدني الرواتب، ارتفعت أسعار الأرز في الداخل السوري بشكل كبير، ومن المحتمل أن تشهد الأسواق مزيدا من ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة بسبب قرار الحكومة الهندية بوقف تصدير الأرز لأي دولة، الأمر الذي سيترتب عليه ارتفاع جديد في أسعار الأرز في الداخل السوري، حيث تعتمد بشكل أساسي على استيراد الأرز من الهند. وفيما يتعلق بحركة الذهب في الداخل السوري خلال تداولات اليوم الأحد، فقد شهدت انخفاض طفيف بمقدار 2000 ليرة. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية وتعافي الاقتصاد السوري وتعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وفيما يتعلق بأسعار صرف الدولار في عدد من المحافظات والمدن السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، سجل الدولار في دمشق 13250 ليرة للبيع و13050 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 13450 ليرة للبيع و13250 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 13000 ليرة للبيع و12900 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 13000 ليرة للبيع و12900 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج
12750 ليرة للبيع و12700 ليرة للشراء، أما في الرقة فسجل الدولار 12750 ليرة للبيع و12700 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، سجل اليورو خلال تداولات اليوم 14598 ليرة للبيع و14372 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 9995 ليرة للبيع و9837 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 17020 ليرة للبيع و16753 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 492 ليرة للبيع و482 ليرة للشراء. أما الريال السعودي فسجل 3537 ليرة للبيع و3481 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 43227 ليرة للبيع و42550 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3607 ليرة للبيع و3550 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3633 ليرة للبيع و3576 ليرة للشراء. أما الدينار الأردني فسجل 18683 ليرة للبيع و18393 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 428 ليرة للبيع و419 ليرة للشراء. أما فيما يتعلق بأسعار الذهب في الداخل السوري فسجلت، سجل جرام الذهب عيار 24 826 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 725 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 622 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 1959 دولار فاصل 20 سنت، وسجلت ليرة الذهب 5,820,000 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 440 دولار فاصل 94 سنت، وسجلت أونصة الفضة 321,327 ليرة سورية اللي بتساوي 24 دولار فاصل 34 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 10,332 ليرة. نكمل جولتنا للسعرات أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم الأحد، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وحافظ على مستواه على منصة صرافة التابعة للبنك المركزي اللبناني عند 85,500 ليرة، واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان ليسجل مستويات 92,200 ليرة للبيع و91,800 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم الأحد. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول، ادعمني وتابعني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.